بها الفقرة أو بها المحور من حلقة 17 تشرين بيستقبل شقيق الشهيد علاء أبو فخر إيهاب أبو فخر ووالد الشهيد أحمد شعبان محمد شعبان. مساء الخير مساء النور يا أستاذ أستاذ فضل، شعبان، مساء الخير أستاذ أبو مساء فخر. النور يا يعني طبعا تحية لروح الشهداء يلي سقطوا بثورة 17 تشرين، الله يرحمه ومن بيناتهم علاء أبو فخر وأحمد شعبان. محمد شعبان محمد شعبان طبعا علاء أبو فخر سقط شهيد قدام عيون ابنه، يمكن هيدي من أقصى اللحظات الإنسانية وأكثرها ألما. بداية الابن كيفه اليوم؟ الحمد لله، عائلة الشهيد علاء مناح بألف نعمة، عم بيخضعوا لتربية كريمة داخل بيت بيون، العين ساهر عليهم، أمهم حطنتهم بشكل ممتاز جدا، البيئة اللي حواليهم، أهليتهم على أتم واجب. طبعا انفقدت كلمة بي بقلب البيت، انفقدت روح، انفقدت حنية بي بقلب البيت. هيدي ما بتتعوض من الطبيعي، بس في أمل بالموجودين، والتربية الحاضرة بقلب البيت هي ممكن تقطع هيدي المرحلة. كبرت الطموح عند الأولاد لحتى يكونوا ناجحين بالمجتمع، حتى يكونوا أشخاص رائدين في المجتمع، للمستقبل البعيد، إن كان باختصاصات، إن كان بمشروع تغييري بالبلد، إن كان بأهداف بيون اللي كان عم يسعى وراها كشخص ناشط اجتماعيا، كشخص استشهد من أجل مشروع حقيقي بهذا البلد. لبنان ذات صلاحيات حرة، لبنان المؤسسات. شو بتقول اليوم لابنك إذا هلأ عم بيسمعك وإذا هلأ عم بيشوفك، شو بتقول له؟ الله يرحمه محمد شعبان، كان جسر لها الوطن، هذا جسر إن شاء الله بعده مكمل. صار نطفى محمد شعبان، في مثله كمان إن شاء الله، في نحن، في إذا بتتذكر هاللحظات الصعبة وهاللحظات المرة والأليمة، كتير اليوم صعبة. اليوم شو الصورة الأكثر إلاما يلي بتحضر على ذاكرتك؟ محمد ما فيك توصفه، بدك توصفه محمد يعني جسر. كان عم نشوف صوره لمحمد. محمد الوطن بيحكي عليه، ما في حدا انا بيحكي عليه، من الشمال للجنوب للبقاع، لوين ما كان محمد شعبان شو كان، شو قدم. تمرق بلحظات انك بينك وبين حالك بتلومه لانه نزل؟ انا لا، انا كنت عم بشجعه عشان احنا بدنا وطن. بتقول مثلا بيمرق عندك لحظات بتقول لو ما نزل يمكن ما كنت خسرته؟ لا، يعني احيانا الواحد هيك لحظات بحق له يمرق فيها. انا ما بلوم حالي، عشان نحن بدنا وطن، بدنا نخلص من هالازمه اللي فيها، بدنا نخلص من هالفساد اللي موجود فيه. نحن كلياتنا كنا عازلين على الارض وعم نشيل وعم نعمل لنحقق شيء لهالوطن. إذا أنا بدي ابني أمنعه لينزل، وهذا أمنع ابنه لينزل، ما من حق وطن. بدنا نضحي لنساوي وطن. إيهاب يعني خيك كان موجود بسيارته وكان مع عائلته وصار اللي صار، برأيك هل كان في مجال إنه هذه التجربة المرة أو هذا الذي حدث، يعني بتقول لو ما كان ماري، لو ما، يعني إلى أي درجة لو موجودة عندك ببعض الأحيان؟ بصراحة بالإيمان المؤمنين فيه نحن أنه الساعة آتية، ما منفكر هذا التفكير. نحن كنا منفكر بطريقة الموت، طريقة الموت البشعة، شخص عامل وقفة اعتراضية، شخص واقف على رصيف يتبلى علي بهيدي الطريقة قدام ابن، قدام مرته، قدام أخته. هيدا المشهد اللي كتير بشع وصعب. كيف لو كان شخص مثل على شخص مناضل محارب منتفض، من أول المنتفضين يمكن بالمجتمع المدني، من أول التغييريين، إن كان منتسبه لحزبه داخل الحزب اللي كان منتسب لإله. طيب إيهاب اليوم بعد سنتين بتحس إنه استشهاد علاء ورفاقه أنتج ضوء معين، أنتج مسار معين يستحق هذه الشهادة؟ من الطبيعي شيء أكيد.
هيدي الشهادات لأن عملت انكفاء معين عن الشارع من الشعبية أو التعديات اللي صارت على المنتفضين أو ما يسمى بالثوار، عملت دراسة حقيقية حتى لتتحول الثورة لثورة فكرية، ثورة مشروع، تحضير لانتخابات، تغيير حقيقي بوجوه جديدة، إن كانت عندها الصلاحيات، عند قدرة بالتشريع أو قدرة بالتنفيذ والتمييز بين التشريع والتنفيذ، مثل ما كان حلم هودي الشهداء المثقفين المتعلمين. لا، عطت دعم كتير كبير، بس طبعا عطت خوف عند الناس إنه أي ابن أو أي باي أو أي أم هني مشروع فقدان داخل بيتهم بأي لحظة من معاملة بعض المافياوية اللي عينوا بمراكز معينة داخل هالدولة من اليوم قبل بتحمل السلطة. مسؤولية استشهاد خيك لكل المنظومة، لكل الطبقة الموجودة يمك، من الطبيعي دون استثناء أي حدا. كمان حضرتك سيد شعبان، من الكبيرون للصغيرون، من راس الهرم لأصغر واحد فيهم. اليوم بعدك بعدك عم بتشارك انت؟ طبعا بدي شارك. اليوم كنت موجود بالساحة ولا لا؟ لا، اليوم ما كنت، عشان كنت اول شيء صحيا تعبان. انا نزلت اليوم بس لأعمل مقابلة معكم، بس صحيا تعبان. ليه عندك معاناة صحية؟ ما سكري ومركب رسورات وفجري كمان، يعني عندي شوية. طيب بهالإطار هيدا، لما بيكون في اعتصامات، لما بيكون في تظاهرات بالشارع، لما بيكون في، عم بتشوف ابنك موجود، يعني عم بتشوف بعيون هالناس الموجودين، بتشوف ابنك صحيح من خلال عيونهم 100%؟ بس شوف موجودين، وهذا عم بتخيل ابني محمد بيناتهم. اليوم اذا محمد هلا عم بيشوفك وعم بيسمعك شو بتقول له؟ والله الله يرحمك يا بطل، وان شاء الله بيكون في مثل حكيته لمحمد شعبان، ومن حقي من حق اللي بدنا اياه، ونبني وطن. إيهاب، إذا علاء اليوم عم بيسمعك شو بتقول له؟ بقول له ظلمتني، ظلمت كثير من حدك، مع العلم مؤمني بقدر الله، بس بنفس الوقت بقول له يا علاء، في من عاهدوك خانوك، من عاهدوك خانوك. الأمان كان لازم يكون بمطرح تاني، وحساباتنا عم ندرسها مزبوط. إن الله راد نحن بنعرف نحاسب، وإن كان القضاء ظالم نحن ناطرين فترة معينة تقطع على القضاء. اللي خانوه هن من، يعني تقصد جهات سياسية معينة؟ نعم. أو مين يعني؟ خلينا نسمي الأشياء بأسماء. شيء طبيعي، شغلة واضحة، ولا بعدين بده يكون في أشياء كتير بدها تبين. أنا ما عندي مشكلة بالحكي يعني نهائيا. طالما ما عندك مشكلة بالحكي خلينا نفتح. بصراحة ناطر إذا عمل القاضي جلسة بشباط يكون في إلنا كلام تاني، لأن تأجلت الجلسة ب 13 أيلول، يقال سببها عدم حضور المحاميين لالتزامهم بالإضراب، مع العلم نقيب المحاميين كان عاطي استثناء بقضايا مثل هيدي القضايا، يلام عليها اللي وصلنا لهيدي المرحلة. نحن ناطرين بشباط يعطيهم براءة للمتهمين. نحن هيك بدنا. شكرا لك إيهاب أبو فخر، شكرا لك أحمد شعبان. تحية لأرواح الشهداء ولعلاء ولأحمد محمد شعبان.